السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال راهي 3 تاع الصباح، عادي كما قلت شحال من خطرة نقول على الجزائر نوض على 3 على 4 على 5، نصليو الفجر ونزيدو نكملو الخدمة على جال الجزائر الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو يوضح كل الأمور ويوضح الجولة سنة ويتكلم عليها كل الوطن العربي، كل افريقيا، حتى البنين ونيجيريا انسحبوا بعد ما انسحبت الجزائر وانسحبت ونحات الملف ديالها، خلات المغرب وحدها في السباق. تسمى انا نقول مبروك عليهم، يقدروا لها برك. اليوم جبت لكم فيديو، شوفوا معنا ورانا نتكلموا، شوفوا الملاعب تاع الجزائر الجاهزه ومكمله وفرات وعادي، وملاعب راهي في طور الانجاز مازالها تحت الارض، ويقول لك باللي رانا واجدين الكاس افريقيا. تابعوا معنا تناقض في الدنيا هذه، في الكاف المعفنه اللي قلنا ساكن فيها الشيطان، فيها العفن، فيها الرشوه، فيها الكولاسه، فيها كل شيء، الا اسم كاف اللي ما فيهاش، الا اسم كره قدم ثاني اللي ما فيهاش، الا رجال اللي ما فيهاش، فيها غير العفن. تابعوا معنا وشوفوا خاوتنا ولا راني نكذب. هاي باينة الجزائر، هاي قدامي هنا، هادي ديجا باينة، داير بيطون زي كي كملت باش ورات. شوفوا معنا هاد الفيديوهات، شوفوا هذا تقرير كان في بان سبور على ملاعب الجزائر ومن هيك المغرب. هذا وين راهم يديروا، شوفوا راهم يديروا بالستيلو بالالوان، راهم يديروا على كيفاش راح يديروا لي تريبيل وكيفاش راح يديروا. حنا بعد ما كملت الجزائر في الملاعب ديالها، شوفوا 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 هنا، هذا وين راهم يوروا. هذا تقرير داروا غير كيما خاوتنا في جويلي على ما اظن، هو مارس ابريل مي، في جوان في جوان في جوان في جوان، هذا تخليت على المروك، هذا تاع البيطون اللي راهو طالع. شوفوا شوفوا ملاعب الجزائر خاوتنا، شوفوا قدامكم الشيء، ها خاوتي، هم يوروا لك، قال لك هنا شغل بالاقلام الملونه، يوري لك هادو هنا وهادو هنا. وشوفوا ملاعب الجزائر من هنا، هذه هي الجزائر اللي انسحبت كاس افريقيا، تنظيم كاس افريقيا. انا واش نقول، اقراو هنا مصدر خاص لوين وين يكشف ان الحكومه المغربيه حددت مبلغا ماليا لاصلاح مرافق ملعب الرباط ضمن مساعي المغرب لاحتضان نهائيات كاس امم افريقيا 2025. هذا وين راهم، شوفوا ورا، شوفوا الملاعب وشوفوا منا خاوتنا، شكون اللي واجد، شكون اللي واجد هنا 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 الكاف، الكاف لو جات منصفه وجاو سما رجاله ويعرفوا كرة قدم، مكاش الكولاسة والعفن، شكون اللي واجد هنا خاوتنا؟ أنا نوجه سؤال للمغرب، المغاربة، المغاربة الحرين الأصيلين، شكون هنا اللي واجد؟ هم يديروا في التريبيل، هم يوجدوا، والجزائر واجدة ونظمت عدة محافل إفريقية ودولية، ألعاب البهلبي المتوسط ناجحة 100%، الشان ناجح 100%، ليجان صغار كاس افريقيا ناجحة 100%، والبيطون مازال ما تخدمش، راهم يديروا بالأقلام الملونة. شوفوا شنو يديروا باللي الملعب من هنايا كاين، كي كنا نقولوا باللي المغرب ما عندهاش ملاعب ما كناش نهضروها فقط، ماشي نطعنوا في بلاد، لا حاشا ولله. هم يوروا هنايا ثاني لي تريبيل اللي كانوا كسرين، هضروا عليهم حتى في الاعلام المغربي ونحاو كاع درك، حوست بالسيب باش لقيت هاد الصور، يعرفوا يسوقوا الاعلام كيفاش ينحاو كاع الصور والفيديوهات تاع الملاعب ديالهم المتهرهره هذيك تسمى، لقيت هادو ما راني حطيتهم لكم. هادو هما في طور، ماشي طور الانجاز في البنايه، هادو بداو الساس. هذه هي الجزائر اللي شوفوا احنا الهليكوبتر وتحط في التيرا، الجزائر اللي سحبت الملف ديالها. واش كنت حنقول باش ما ننساش خاوتنا الكرام، ورانا نشوفوا في الصور، افريقيا هي التي خسرت، ليس الجزائر من خسرت لما سحبت الملف. نقول لكم علاش، افريقيا وهذه كاس العرب، هذه كاس افريقيا، الشان على كل حال، نهار اللي داوها السنغال بابيناتي، نهار اللي راطا بيناتي ديالنا واسمو محيوس. افريقيا خسرت الجزائر وخسرت كاس افريقيا في القمه، كان تحت ندار في الجزائر في 2025. شوفوا الملاعب خاوتي، هذا كاين ملعب هذا هدفي تاع وهران، وكاين ملعب براقين صمون ديال هاوليك. شوفوا خاوتنا
حنا والله غير عندنا حنا فاش ملاح الجزائريين كلش بالادله، كلش بالادله. كون شفتوا الصور، الصور تاع ملاعبهم كيفاش راهي، وشفتوا الصور تاع الملاعب المهيئه الواجده اللي خدمت، ومشي سياوهم داروا فيهم كوب دافريك تاع الشان، وداروا فيهم العاب العربيه، العاب البحر الابيض المتوسط، ودرنا الالعاب، العاب العربيه، درنا كل شيء، درنا كل شيء كل شيء كل شيء. واد تشوفوا ملعب تيزي وزو، ملعب تيزي وزو وحده نتحدى اي واحد في افريقيا عنده ملعب كيما هذا، نتحدى. وتشوفوا المرافق اللي فيه لداخل، وطوب وطوب وطوب. ملعب تيزي وزو فيه حتى خليك مصنع لداخل، مصنع راهو الداخل يتربع على 10000 على مش عارف 50 هكتار. مسخربيه شوفوا، والله العظيم غير يعجز اللسان عن الكلام. وفي الاخير الجزائر سحبت الملف، وحنا كنا ضد سحب الملف، كنت حاب انايا. هذا رايي خوتنا، رايي، كل واحد عنده رايه. في الجزائر شفت بزاف كل واحد كان يقول لك لا مليح كي نحات، خلاو المغرب وحدهم دوكا، سما دوك يبينوا لنا حنت يديهم الا يديروا ملاعب كيما هيدا. والبنين ونيجيريا خرجوا تبعوا الجزائر، يعني بقت وحدها في السباق. وحتى الكاف امين العام بعت للجزائر وقال لهم بعت الاتحاد الجزائري وقال له لي اتريت لماذا نزعت الملف، قال له خلاص احنا كي نهضروا كلمه تخرج كرصاصه ما كاش من ولوش. سيبوا هذا ملعب دويره، هذا ملعب دويره اللي تاع مولوديه الجزائر، شوف هذا ملعب تاع نادي، شوف هذا كي نجوزوا عليه في لوطوروت شتو الله يبارك تحفه. هاي لوطوروت اللي نجوزوا عليها حنايا بالسياره، لوطوروت تخليك تروح للدويره، ولا كي تكون هابط عاود تولي، تولي الجزائر العاصمه على طريق عندك طريق بليده، وعندك لوطوروت لبليده، وعندك لوطوروت تديك الباب علي باش تديك الالجي، الالجي سونت على التونيل، وتخرج على البون جديد تاع كود كوستانتين هذاك تاع جسر قسنطينه، البون جميل هذاك الابيض، ويخرجك في التونيل وتروح. سما كاين مرافق، كاين طرقات، كاين لي زوتيل، كاين كل شيء. لكن الكاف والحيل ديالها، هذا ملعب 5 جويليه راح يتغطى، ملعب 5 جويليه راح يتغطى، وهذا بلوغي راح يعاودوا يريبوه ويعاودوا يخدموه. عندنا لي ستاد هذا سما راح يريبوه برك ويعاودوا يخدموه، تاع بلوغينا خرجت تسمى باللي راح يتريب. ونزيد نقول لكم باللي في الكاليتوس، الكاليتوس يا الناس اللي ما يعرفوش كاليتوس، مانيش على الجزائريين، الجزائريين كاع يعرفوا الكاليتوس، غير هنا قدامنا الكاليتوس بلديه باش نلحقها برك، ماشي ولايه اخواننا الكرام باش يزيدوا يسمعونا المغاربه اللي ما يعرفوش. الكاليتوس هذه بلديه فيها ملعب جميل وجميل جدا، ملعب يحمل واقل 30000 او 35000 متفرج، مغطي كل شيء داخل بلديه، داخل بلديه، ملعب اومولوجي اللي تسمى تقدر تلعب فيه كلش. هنا في الكاليتوس امام ملعب براقي، ماشي قدامه، قدامه من بعيد عليه بكيلومترات قليله فقط. انا جيت نقول اليوم باللي الجزائر سحبت الملف ديالها في ظل عندها منشآت كبيره وكبيره جدا، ونفتخر ببلادي اللي عندها هذه المنشآت، وحتى جمهورنا الكريم وفرحان بهذه المنشآت اللي بناتهم الدولة الجزائرية، بارك الله فيها. على كل حال أنا نقول الجزائر لما سحبت الملف أنا كنت ضد سحب الملف، كنت حابهم يروحوا معاهم بعيد ويفضحوهم بالصور والفيديوهات. وهما جاوا هنايا، جابعتوا لنا اللجنة هذيك اللي كانت تقلب في الحشيش، جاوا لهنايا نورمالمون كنت تم يقولوا لهم رفدوا قشكم وروحوا، احنا عندنا ملاعب عالميه، وقلب لي تحت الكرسي كش ما تلقى. والناس اللي عندها البيطون قال لك رحنا وشفنا الملاعب، ملاعب جميله، بصح ما شفناهاش احنا الجزائر، بينت احنا الجزائر بكلش بالدليل. راكم تشوفوا درنا درنا كشان، درنا كاس عربيه، درنا كل شيء، شافوهم كاع العالم وكلش 10 على 10. هذه هي الكولسه، ونقول لكم حاجه صدقوني وصدقوني باذن الله الرحمن، او قريب الفجر ان شاء الله نصلي باذن الله الرحمن، باذن الله الرحمن غير كما يقول لك ريحه الكتان تعيا وتبان، غير الكاف اللي تفضح، تفضح وتفضح وتفضح وتحاسب ان شاء الله. وكر الشيطان سميتو انا هذاك، ماشي كاف، فيه كل شيء، ما فيهش غير الا اسم كره القدم. انا وريت لكم اليوم صور تاع، ما تكلمناش كثير على كل حال، انا اليوم كان باش نوريكم الصور
تاع الملاعب تاع الجزائر القاره، وريت لكم الصور اكو شفتوا بلي الناس عندها منشآت مكمله والناس مازالهم بيطون ويفتخروا ويقول لك المغرب هي اللي داتها 2025. ان شاء الله بك يوصلوا ويكملوا ملاعبهم، وخصوا مبلغ مالي كبير مع الميزانيه تاع البلاد ديالهم في مشاكل وعندهم ثاني ديون خارجيه، ان شاء الله يلحقوا ويوصلوا، ان شاء الله ما ينقلوهاش لكاش بلاد. هاي الجزائر خرجت، هاي البناء خرجت، هاي النيجيريا خرجت، هاي ليكم ورنا حنت يديكم. وتحيه الجزائر، وتحيه الجزائر، وتحيه الجزائر. شاركوا في قناه عبد السبور. سلام.